ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده فيديو مهم جدا لان هو فيديو طلب مننا كتير قوي في الكومنتات، وهو ازاي اقدر احجب المواقع الاباحيه والمواقع الضاره من على الانترنت. طبعا كلكم عارفين ان كل الاطفال دلوقتي بتستخدم الانترنت، وممكن اي موقع من المواقع الاباحيه او المواقع الضاره اللي فيها فيروسات ان هي تفتح على الموبايل او على الكمبيوتر، وطبعا من غير قصد، مثلا من اللينكات اللي بتبقى في الالعاب، الحاجات دي بتفتح اصلا غصب عنك. طب ازاي ان احنا نحجب الحاجات دي اصلا تماما من على الراوتر بتاعنا؟ ازاي نخش على صفحه الراوتر بتاعنا ونخلي الحاجات دي ما تفتحش، سواء فتحت غصب عنه سواء هو اللي فتحها، ايا يكن الحاجات ديت ما تفتحش خالص على الراوتر ده. الموضوع سهل وبسيط جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وهنشرحه النهارده على جميع انواع الراوترات اللي موجوده عندكم. الفكره باختصار هي هنعمل ايه؟ ان احنا هنغير الدي ان اس في الراوتر. الدي ان اس دوت للي مش عارفه اللي هو بيحول اسم الموقع لاي بي. اي موقع زي ما انتم شايفينه مثلا سواء فيسبوك او يوتيوب، الموقع ده بيبقى ليه اي بي رقم، ما بيبقاش ليه اسم. طب الدومين ده ايه فايدته؟ ان انت مثلا بتبعت كلمه يوتيوب او بتكتب كلمه youtube.com بتروح للدومين، فالدومين دوت بيحولها للاي بي بتاع سيرفر اليوتيوب، لان انت اكيد مش هتحفظ رقم اي بي كل سيرفر من السيرفرات تقعد تكتبه، لا انت بتبقى عايز تكتب youtube.com، عايز تكتب فيسبوك. طب ايه اللي احنا هنعمله؟ احنا هنغير الدي ان اس. هنحط دي ان اس مثلا بيحجب المواقع اللي احنا قلنا عليها ديت، وبيحجب اي موقع من المواقع الضاره خالص. وبيحجبها عن طريق ايه؟ بيحجبها عن طريق انت لما بتكتب اسم اي موقع او اي موقع من دول عايز يتفتح، بيروح لسيرفر الدي ان اس علشان يحوله على اي بي الموقع. طبعا سيرفر الدي ان اس هيشوف ان الموقع دوت موقع المفروض هو محجوب، فبالتالي مش هيحوله على الموقع الاساسي، وهيجيب له صفحه يقول له فيها ان الموقع ده محجوب. طب ايه انواع الراوترات اللي احنا هنشرح عليها النهارده؟ كل الراوترات اللي عندكم. يعني مثلا عندنا راوترات اتش جي 531، طبعا سواء واخدها من فودافون بقى، من وي، اي حاجه. اتش جي 532 اللي هي برده ممكن تاخدها من تي داتا، ممكن تاخدها من اتصالات، من فودافون، ايا يكن. اول شرح معانا هيكون على الراوترات ديت اللي هي اتش جي 531 واتش جي 532، لان هم اساسا كل دول نفس السوفت وير ايا كان شركه الانترنت اللي انت واخد منها الراوتر. هتلاقي عندك كمان في الديسكريبشن كل راوتر من الراوترات اللي احنا هنشرح عليها في الدقيقه كام بالظبط، علشان تخش على الراوتر بتاعك على طول، ما تقعدش تتفرج كتير وتضيع وقتك. الراوتر اللي هنشرح عليه بعديه هيبقى ZTE ZXHN 108N، طبعا برده هتلاقوا وقت الشرح بتاعه بالظبط في الديسكريبشن تحت الفيديو. طيب الراوتر اللي بعديه طبعا هيبقى راوتر ال VDSL اللي هو ال HG 630، ده طبعا عند معظم الناس، وبرده هنشرح ازاي نعمل عليه. وكمان راوتر ال HG 633 اللي هو الاسود دوت نفس السوفت وير بتاع 630، فهيبقى الشرح واحد لل HG 633 وال HG 630 لان هما نفس السوفت وير. طب بعد ما نشرح عليهم برضو هتلاقوا برضو وقت الشرح بتاعهم في الديسكريبشن تحت الفيديو. هنشرح ايه تاني؟ هنشرح للناس اللي اشترت الراوتر التي بي لينك دوت اللي احنا قلنا ازاي تشتريه علشان تحدد بيه السرعه. طبعا زي ما انتم عارفين الراوتر ده ما بيركبش فيه تليفون ارضي، وبياخد من الراوتر الاساسي، ولكن علشان نعمل الاعدادات لازم نعملها على الراوتر ده مش الراوتر الاساسي. فالناس اللي اشترت الراوتر دوت علشان تحدد بيه السرعه هشرح لهم ازاي من صفحه الراوتر دوت ان انت تخش علشان تغير الدي ان اس وتقفل المواقع اللي احنا قلنا عليها. وبرضو وقت الشرح بتاع الراوتر ده هتلاقيه في الديسكريبشن تحت الفيديو علشان الفيديو ما يطولش عليك. فيلا بينا نبدا دلوقتي مع اول راوتر، وهو راوتر هواوي اتش جي 531 واتش جي 532. طيب علشان نغير الدي ان اس لراوترات هواوي اتش جي 531 واتش جي 532 بندخل هنا كده على بيزك، وبعد كده بندخل على لان، بعد كده هنيجي هنا على حاجه اسمها دي اتش سي بي سيرفر، هنيجي تحت خالص كده هنلاقي حاجه اسمها برايمري دي ان اس سيرفر ادريسز، يا اما هتلاقيها كده فاضيه زي ما هو ظاهر عندي، يا اما هتلاقي مكتوب فيها الدي ان اس بتاع شركه الانترنت اللي انت متعاقد معاها، يا اما هتلاقي فيها اي بي الراوتر اللي هو 192.168.1.1. في كل الاحوال انت هتمسح كل اللي مكتوب فيها وتكتب الدي ان اس اللي انا هديهولك دلوقتي. والدي ان اس اللي انا هكتبه دلوقتي دوت هو افضل دي ان اس بصراحه انا اشتغلت عليه، بتاع شركه اوبن دي ان اس، ودوت ممتاز جدا وانا بشتغل عليه من زمان. هتكتب اول حاجه طبعا البرايمري دي ان اس دوت، هبقى انا حاطه لك في الديسكريبشن. برده السكندر دي ان اس برده هحطه لك هو كمان في الديسكريبشن، هو الفرق بينهم بيبقى رقم واحد بس. بعد كده بتدوس على سبميت وتنتظر شويه، وبعد كده تقفل الراوتر وتشغله تاني علشان كل الموبايلات تربط على الواي فاي من الاول وتسحب الدي ان اس الجديد، وبالتالي كل حاجه عندك هتبقى تمام. طب تعالوا بقى نروح للراوتر اللي بعديه، وهو راوتر ZTE ZXHN 108N. طيب دلوقتي انا ركبت الراوتر ZTE ZXHN H 108N، والمفروض بقى ان احنا دلوقتي هندخل على النتورك علشان نغير الدي ان اس، وبعد كده هنيجي هنا على لان، وبعد كده هننزل كده على حاجه اسمها دي اتش سي بي سيرفر. هنلاقي بقى عندنا هنا تحت كده حاجه اسمها دي ان اس سيرفر 1 اي بي ادريسز، وهنلاقي مكتوب فيه اي بي الراوتر. طب هنعمل ايه؟ هنمسحه كده وهتكتب هنا الدي ان اس اللي انا كاتبه لك في الديسكريبشن، وبرده الدي ان اس اللي تحتيه، لان هما بيبقوا اتنين، واحد اساسي وواحد سكندري، علشان لو الاساسي حصل فيه مشكله التاني يبقى شغال. فزي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا غيرت الدي ان اس الاساسي والدي ان اس اللي هو التاني، وبعد كده هدوس على سبميت، وبعد كده هعمل ريستارت للراوتر علشان كل الموبايلات تسحب الدي ان
اس الجديد. يلا بينا بقى نخش على الراوتر اللي بعديه، وهو راوتر هواوي اتش جي 630 واتش جي 633 راوترات الفي دي اس ال. دلوقتي انا ركبت راوتر هواوي اتش جي 630. طب ازاي نغير الدي ان اس لراوتر هواوي اتش جي 630؟ اول حاجه هتعملها ان انت هتيجي هنا كده على هوم نتورك، وبعد كده هتيجي على لان انترفيس، وبعد كده هتنزل على حاجه اسمها دي اتش سي بي سيرفر، هتدوس عليها دوس علشان تفتح لك القائمه اللي ظاهره قدامي دي. وهتيجي هنا عند حاجه اسمها دي ان اس مود، هتلاقي متعلم على الاختيار الاولاني دوت معناه ان هو ياخد الدي ان اس من شركه الانترنت. لا، انت هتيجي هنا على الاختيار الثاني وتعلم على مانوالي، ان هو ان انت تكتب الدي ان اس مانوال، تعلم كده الاختيار دوت، وبعد كده تكتب الدي ان اس اللي انا حاططه لك في الديسكريبشن. طبعا في دي ان اس اساسي ودي ان اس سكندري، هتكتب الاثنين، انا كاتبهم لك في الديسكريبشن. ودلوقتي انا كتبت الدي ان اس اهوت اللي احنا قلنا عليه، بعد كده هدوس على سيف، وبعدها استنى لحد ما يحفظ الاعدادات، وبعد كده هعمل ريستارت للراوتر علشان الموبايلات كلها تعمل كونكت من الاول وتسحب الاي بي بتاع الدي ان اس الجديد. يلا بينا بقى نروح على الراوتر اللي بعده، وهو راوتر تي بي لينك تي ال دبليو ار 840 ان. ده الراوتر اللي احنا شرحنا عليه ازاي نحدد السرعه، عشان لو انت بتستخدمه عشان تحدد السرعه تقدر تغير منه الدي ان اس. دلوقتي انا ركبت الراوتر التي بي لينك اهوت. طيب ازاي بقى هنقدر نغير الدي ان اس بتاعه؟ الموضوع هنا بسيط جدا، هنيجي هنا على حاجه اسمها دي اتش سي بي، وبعد كده هنلاقي هنا حاجه اسمها دي ان اس سيرفر وسكندري دي ان اس سيرفر. هنكتب برده الاي بي هيم بتاع الدي ان اس اللي انا حاططهم لكم في الديسكريبشن، دي ان اس سيرفر والسكندري دي ان اس سيرفر. ودلوقتي انا كتبت ايبيهات الدي ان اس بتاعتنا اهيت، بعد كده هدوس على سيف واستنى بقى لحد ما يحفظ الاعدادات، وبعد كده هعمل ريستارت للراوتر علشان يقدر الموبايلات كلها تسحب الاي بي الجديد. بس في حاجه بقى عايز اقول لكم عليها، خلي بالك ان الاكسس بوينتس بتاع تي بي لينك اللي احنا بنستخدمها ديت الاي بي بتاع الدخول بتاعها مش 192.168.1.1، علشان وانت بتفتحها ما تلخبطش. لا، انت بتيجي هنا كده بتكتب 192.168.0.1 عشان بس ما تلخبطش وما تبقاش عارف تفتح الراوتر بتاعك او الاكسس بوينت بتاعك. يلا بينا بقى نرجع للاستوديو تاني. شفنا دلوقتي شرح لجميع انواع الراوترات، وازاي مهما كان نوع الراوتر بتاعك ان انت تغير الدي ان اس علشان تقفل المواقع اللي انت عايز تقفلها. طيب بعد ما بتغير الدي ان اس، في خطوه مهمه جدا برضو باكد عليها، ان انت لازم تراستر الراوتر او تقفل الواي فاي من على كل الموبايلات تفتحه تاني علشان الموبايلات تسحب الدي ان اس الجديد. طيب لو انت مش هتعرف تقفل الواي فاي على كل موبايل تفتحه تاني، اصل حاجه انت تراستر الراوتر، فالواي فاي كده كده هيتقفل ويشتغل تاني، يعمل كونكت، هيشتغل بالدي ان اس الجديد، وبكده يكون دي ان اس اشتغل على كل الموبايلات وكمان الكمبيوتر واي حاجه تشتغل واي فاي بقى، كيبل ايا يكن، وكل حاجه معاك هتبقى تمام. وبس كده، ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه وتتابعونا على الفيسبوك طبعا، لان الفيسبوك انا بنزل عليه كل الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي في الكومنتات اللي انا ما بعرفش اجاوب عليها من كترها، فلما بلاقي سؤال اتكرر كتير بطلع اجاوب عنه على الفيسبوك بشكل منفصل بفيديو صغير مش هينفع انزله على اليوتيوب، فلازم تتاكد ان انت عامل لايك للفيسبوك. وكمان ما تنساش تتابعني على الانستجرام علشان في ستوريهات مهمه برضو بطلع اتكلم فيها عن حاجات معينه، فبتبقى موجوده على الانستجرام. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.